يا بيت باشا انت هو دوت اخلص اخلص حضر يا باشا سيادته المدير حاتم الحاتم ابو حاتم حاتم الحاتم ابو حاتم صاحب توكيلات الطيور المهاجره هو اللي مأكلنا هو اللي ملبسنا هو اللي مقلعنا هو حاتم الحاتم ابو حاتم حاتم الحاتم ابو حاتم هو فين هو فين هو فين السلام عليكم عليكم السلام يا اطلع اقول لك قل لي هذول مساكين مساكين سيادتك يلا طلع طلع وزع فرقوا مالي فرقوا فرقوا لا حول الله بعدك شب ترى والله حزنت عليك والله تأثرت لي لحظة أبكي والله قل لي أنت مشلول ولا رجولك منملة لا أخويا مشلول وأنت واقف على رجليك خمسة معك فلوس وعملت مرة ولا مش لاقي اللغة خمسة حرام عليك أعطيله خمسة حرام عليك يا ابيض والله ما يستاهل يوم الدين ترى ليش؟ لأنك ما ربيتها أنت ما ربيتها ما ربيتها أعطيله أعطيله كم باقي معنا؟ 100,000 سنة أعطيه يلا 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 بقول لستك 100,000 يا أخي السؤال هذا الملحقك ولا حقي؟ حق سيادتك أعطيه حاضر سيادتك أنا مالي اطلع يا أبا يا هلا شفت؟ أول ما ريته دريت إنه مشلول ربنا يزيدك علم يا فندم يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا أنتوا بقى عايزين بشندي صح؟ أيوة بسرعة خلص يا حلوة أراك توزع من مال أمك عسل سيادتك يا بنت الدوشة اللي بره دي راجل غني قوي بره ومعاه حراسة ياما ابعت ابعت يا اللي بتبعت واداني 100 جنيه فين هما يا بنت؟ ايدك الله ايه هو ده وقته؟ على رأيك خليه يستنى بره شوية وما يدخلش على طول أمرك يا سيدي قشطة ما تغلبنيش بقولك طلع طوال الفلوس عم راجل قولي بدهم لنا يا عم بقولك طلع دي العهدة يا ابني تيلو خلصنا يلا عدي سيادة المدير حاتم الحاتم أبو حاتم يعني الطيور المهاجرة أهلا أهلا ما شاء الله تبارك الله والله ساحر الأتموسفير حب كله سحر والله مساك الله بالخير أهلا أهلا وسهلا أعطيله أعطيله يا ألف أهلا وسهلا والله مسكين ما معك ساعة؟ معي سبوع معك يا رجالة أهلا وسهلا أهلا أهلا ما معك سيارة؟ معي سيارة يا 300,000 أهلا وسهلا ما عليك ما عليك الشباب شباب تبعنا خير يا بيش هو لو كان خير كنا جينا المكان النتن هذا والله مو خير اللي جالس قدامك 9 سنين ما نمت ما دقت طعم النوم يبقى معمول لك عمل وين الجديد يا شيرلوك هولمز انت كل الناس قالوا لي ناس مسويين لك عمل والشك دخل براسي شكيت في اهلي يا رجال اول امس جبت جوزتي قلت له تعال انت اللي سويتي لي عمل قلت لي والله قبل ما كمل طقتها ماتت اولادي اللي بضوره جولي صباح الخير يا بابا قلت ما في صباح الخير تعال يا حماده انت اللي سويت لي بابا عمل يا حماده قال بابا ما كمل طقته وقع جنب امه والله الشك جنني وقفت في الشرفه ببص لقيت عفيفي في اخر الفله عفيفي مين السواق الصومالي حق اللاند كروزر تبعي قلت تعال ايش فيك يا عفيفي خزيان قال لي يا عمي انا اللي سويت لك العمل وعملت له ايه والله سمحته ايه صدق ما كذب علي ما كذب قلت له عفيفة ايش سويته في العمل قال لي يا عمي سوينا لك انك ما تنام ما تنام وجواك جن جن جواك شوف تاج السيرة يا لطيف احنا حنفك لك العمل تدري يا وجه البرص انت لو ما طلعت الجن والله تقرسك بالنار هذه ولو طلعته الخير جالك جالك والله اول شيء طقم اسنان لولي من سويسرا غير الهدايا واليخوت ما تبغي قوم حضرتك عشان تنام انام والله هلكتني تتبهلل علي انت يا الكل اقول لك ما نام تقول لي نام خلاص مدد قول مدد 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 سموك فروتي عصيدة عصيدة يا ليت يا ليت يا ليت عندي عصيدة واربع صواني مرق مرق حتى يسيل العرق مرق حتى يسيل العرق مرق ها
ايش هذا؟ ايش هذا؟ لمبرنا يا امي لمبرنا. ايش هذا؟ ايش هذا؟ طراني اعمل بيبي دخان، والله اسوي بوليوشن. اطلع وش طالع؟ اطلع قلتلك وش طالع. أنا العفريت! سألتني ليه يا حرامي؟ أنا مش حرامي! لا حرامي! تسرق كل الناس! فاكر آخر مرة سرقت فيها؟ لو دفتهم من أوالي يا حرامي! أنا مش سرقت حاجة! لا لا! العودة! العودة يا معلم! والله انا كان قلبي حس ان انت نصاب يا بقه. هو انت امال مين يا حبيبي؟ طيب يا سيدي مش خدتوا اللي انتوا عايزينه؟ سيبوني بقى في حالي. الحق الحق نسيبك انت اهبل، لازم المنوال تعرف وحمدي والبوليس والدنيا كلها. لا ابو سيدك حمدي لا مش هتقدر تغمض عينيك.